السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل مشاهدين قناة أم ندى وفتحي، أهلا وسهلا بيكو. النهاردة الحلقة النهاردة عن تنظيف البلانشة بتاعة اللحمة أو الخضار زي ما احنا شايفين. ويعني في مننا في بنات كتير ممكن يواجههم اللي هي المشكلة ديت، اللي هي في لما يجوا يقطعوا حاجات على البلانشة يلاقوها اسمرت وعملت سواد، فبيبقى شكلها مقرف. ففي مننا في يعني ممكن تقرف منها وترميها، وهي ممكن ببساطة بطريقة سهلة وبسيطة ازاي ننضفها ونرجعها تاني أكنها جديدة. دي الطريقة اللي أنا هعملها معاكم النهاردة، وأتمنى اللي الحلقة النهاردة تعجبكم. ونبدأ مع بعض. احنا هنا زي ما احنا شايفين دي كده بقى، يعني شايفين اللي هنا الوساخة اللي عليها دي. فأنا هنقول لكم بقى الطريقة اللي أنا بنضفها بيها. وهنا برضو مطرح التقطيع، فبتعمل كده. ففي بقى يعني مهما يقعدوا ينضفوا بيها، يعني أنا في الأول ما الطريقة دي واخدها من واحدة، يعني واحدة صاحبتي. فالأول كنت مهما نضف فيها ألاقي السواد دهوت، يعني ألاقي السواد ده ما بيطلعش. أعمل بملح وليمون ووصفات تانية، يعني أغسلها بكذا طريقة، فلقيت مفيش حاجة نافعة فيها. يعني جيت في مرة كنت حرميها، فلقيت صديقة عزيزة عليا فقالت لي لا ده انت تنضفيها، ادتني الطريقة. فلقيتها فعلا لما باجي انضفها الاقيها بترجع اكنها ايه جديدة. فدي الطريقة بقى اللي انا هوريها لكم النهاردة واقول لكم احنا هنحتاج ايه. وهي مكون سهل خالص، يعني ده زي ما احنا شايفين ده كرور. فانا هبدأ هفضي كيس الكرور ده هوت عليها كله. بص زي ما احنا شايفين، وابدأ ايه كده ابدأ اغرقها كلها في قلب الكروش. دي بقى دي اسهل طريقة. فبسيبها بقى ايه كده هوت، وبحاول اجيب كده، يعني هي كده الكرور يكون مغطيها كلها. فهي كده انا حاسبها في الكرور يعني مدة ساعة ساعتين. وبعد كده هوريكم برضو بقية الخطوات التانية ازاي نغسلها. انا هنا بقى هوقف وارجع بعد ساعة كده او اتنين، لما الاقي اول ما احس بقى يعني اللي ظاهر الوسخة اللي ظاهرة او مطرح التقطيع اللي هي بتبقى عاملة سواد كده فيها، اول ما تروح هوريكم بقى الخطوة التانية احنا هنغسلها بايه. هنا بعد هنا بنات بعد نص ساعة كده، طبعا انا معايا فرشة اللي هي دي، ببدأ بقى ايه بعمل بدعكها كده بالفرشة. وزي ما احنا شايفين كده بعد نص ساعة شايفين يعني نضفت شوية اهيت. وهنا برضو انا حاسبها، برضو حاسبها كده اهوت. وبرضو نفس الحكاية كده هبدأ اعمل البلانشة من الوشين بالفرشة، واسيبها في الكرور شوية كمان. رجعت لكم تاني يا حبايبي. هنا زي ما احنا شايفين كده بعد ما سبتها كده عدى عليها ساعة ونص كده بالظبط، شايفين كده شكلها. طبعا انا كنت وريتكم شكلها في الاول، لا يعني رجعت ايه جديدة خالص اهيت، يعني ولا فيها سواد ولا فيها اي حاجة من الوشين اهي شايفين. فهنا تاني خطوة بقى هنعمل ايه، احنا انا هناخدها دلوقتي وعلى الحوض، وهبدأ بقى ايه اوريكم اغسلها بالصابون السائل ونشوف مع بعض. هنا كده انا هشطفها بقى مطرح الكرور، شوفها بالمية كويس.
وده ده الصابون السائل اللي انا كنت عاملاه معاكم كده. انا هغسلها بيه عشان ايه؟ عشان اضيع ريحة الخروج منها. حاجة على الوش التاني بقى بحط صابون. انا بقى اخر خطوه هعمل لها تعقيم كده بملح وليمونه، معايا شويه ملح ودي نص ليمونه، وهبدا بقى ايه وهنا ببدا باخد الليمونه طبعا. هي خلطة الليمون ديت مهمة عشان نضيع منها اي ريحة بقى كده، وممكن بملح وممكن بملح وخل برضو او ملح وليمون كده زي ما احنا شايفين كده، رجعت اكنها ايه اكنها جديدة خالص. كده دي اخر خطوة خلاص كده هشطفها وخلاص. انا كده كده ايه كده خلاص. زي ما احنا شايفين اهوت رجعت ايه رجعت جديدة خالص. بسم الله ما شاء الله رجعت يعني، ولا اكلناها كان في اي سواد زي ما شفنا كده في اول الفيديو، اكلنا ما فيش اي حاجة. وكده الطريقة ديت هتريحكم كتير يا بنات، يعني تعملي بقى الطريقة ديت على طول وباستمرار يعني عشان ما تكونش سواد هنا اهوت ولا اي حاجة. وكده اتمنى الموضوع يكون عجبكم النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم ام ندى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.